مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج البلاد اليوم والذي سنخصصه لمتابعه اطوار الحمله الانتخابيه وايضا للحديث عن الاوضاع في حزب جبهه التحرير الوطني ومتابعه عامه للوضع الاقتصادي للبلاد لمناقشه هذا الموضوع اسعد باستضافه السيناتور عن الثلث الرئاسي والوزير الاسبق للتكوين المهني سيلهادي هادي خالدي مرحبا بك مرحبا شكرا على قبول الدعوة في البداية سي خالدي لو نتحدث عن الحزب الذي تنتمي إليه حزب جبهة التحرير الوطني يعني بعد الفضيحة الأخيرة اللي شهدتها قضية القوائم فضيحة الرشوة كاين حديث عن تورط ابن الأمين العام جمال ولد عباس عن النائب عثماني يعني هل جبهة التحرير أصبح حزب منخور بالفساد لهذا المستوى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه يوم الدين شاكر لكم هذه الاستضافة وشاكر لكم أيضا على طرح هذا السؤال اللي هو تقريب الآن راه متردد و... نعم. وراه يملأ صفحات الجرائد الآن يعني أسأل... عرف... أسال الكثير من الحب. أنت معرف بصراحتك يعني على لا بني... مش مشكلة أولا لا يجب التمييز بين أمرين أنا ابن جبهة التحي الوطني وجبهة التحرير الوطني تبقى دائما يعني القوة الأولى في البلاد يعني بنتائجها التي حققتها وبكذلك امتداداتها وتجذرها في الأوساط الشعبية الآن لا يمكن أن أن نقلل أو من قيمة الحزب كمؤسسة سياسية بسلوكات بعض الأفراد إذا كان فيه ناس الآن ارتكبوا جنح ارتكبوا أخطاء فهناك العدالة والعدالة ستأخذ مجراها بطبيعة الحال ونقول باللي هذا أمر تقريب الآن ليس فقط في جبهة التحرير الوطني تقريب حتى في أحزاب أخرى لكن لكن, لكن غير ظاهر فقط للعيان لكن سي هذه ليست اول مره <applause> هذه ليست اول مره لو سمحت هذه ليست اول مت... مره ودائما نشاهد هذا الفضاء حتى في الدول الغربيه الان في الدول الغربيه يحدث كثير هذا يعني الامر هذا يحدث بكثره ناخذ بركه الايامات هذه الانتخابات الفرنسيه وما آه معناها رافقها من آه فضائح لوزير الداخليه الفرنسي اللي كان لكن في فرق كبير بين بين, واحد لمرشح اليمين في يعني. فبالتالي انا نقول لك الفو لا باردشوز. اذا فيه الان بعض الافراد قاموا بالاساءه الى الحزب واستغلوا معناها مناصبهم في هذا الحزب استغلوا استغلال النفوذ من اجل يعني الكسب المادي نقول باللي هناك لجنه انضباط اولا داخل الحزب اذا اذا معناها تبين ان هؤلاء فعلا يعني متورطون في قضايا الفساد فهناك لجنه الانضباط ورايحين يعني نفعلوها ان شاء الله وسيكون كل ذلك بعد انتخابات كل, كل هذا الكلام مش كل على كل هذه واضح يا نعم. سي خالتي يعني انا قال يعني. ببساطه سي انت ادرى انه هذه الفضائح او هذه القضايا ليست اول مره في جبهه التحرير الوطني عده مرات يعني تخرج للصحافه واثرت على صوره الحزب يعني الجزائريين يشوفوا جبهه التحرير الوطني للثوره في الثوره هذا الحزب اللي كنا نحبوه اللي يعني قدم قدم الاستقلال للجزائر واللي كان يحتضن كل اطراف الشعب وكل ابناء الشعب مزان مزان الان بعد بعد الاستقلال يعني شويه كثيرا والكثير يقولوا خلي خلي ندخله للمتحف ونحفظه هيبه جبهه التحرير من الناس اللي راهي يعني بهذا الاسم بهذا التاريخ تعمل في مصالح شخصيه وتعمل في ثروات هي صحيح يعني الاساءه لا تكون هناك اشخاص يعني يعدون على اصابع الايدي ما نقدرش يعني نعمم هذا على كل ابناء جبهه التحرير الوطني نقول لك باللي في جبهه التحرير الوطني هناك شرفاء هناك من يعني نعم. يعملون ويناضلون من اجل يعني المحافظة على السمعة الطيبة على جبهة التحرير الوطني والمحافظة أيضا على على الريادة. نعم. الآن إذا كان فيه تسلل إلى الحزب يعني نفر من ال... من من يدعوا انهم مراضين في جبهه التحرير الوطني. في المكتب السياسي سيخاتي. لا اني نقول لك هذه هذه ايضا هذه ايضا من من الاخطاء لانه المكتب السياسي من كان راضي عن المكتب السياسي هذا؟ ما كانش فيه يعني اجماع على المكتب السياسي هذا وكانوا كثير من المراضين نبهوا وحذروا الأمير العام سواء من قبل خادم ولا حتى سي نعم. عمار ولا فبني. الى ضروره معناها تغيير هذا المكتب لكن لربما لاسباب او لظروف معينه معناها تم تمديد عمر هذا المكتب وهي النتيجه الان وبالتالي اقول انه الحزب يعني كحزب يعني يبقى رائد وله ايضا من المناظرين من هم يعني اكفاء ايضا شرفاء لهم امتدادات ومتجذرون يعني لهم سمعه طيبه حتى في الاوساط الشعبيه ونراها عليهم ان شاء الله نعم ولهذا يعني. نقول لك باللي سيكون لكل مقام مقال ولكل حديث حديث يعني الكلام عن هذا المشكل بالذات ما هوش حيفوت هكذاك بسلام احنا راح نفوتوا الحملة الانتخابية ان شاء الله وتكون محاسبة وراح نمشي وراح نمشي للحملة الانتخابية باذن الله تعالى نمشي وندافع على قوام على الوطن وادعو من خلال هذا المنبر يعني اسمح لي اذا فتحت الباب. باش نوجه نداء الى كل المخلصين لجبهه التحرير الوطني انهم يخرجوا يعني وينشطوا الحمله الانتخابيه وانهم يدافعوا على قوام جبهه التحرير الوطني ليس دفاعا على هؤلاء الاشخاص بل هو دفاعا على حزب جبهه التحرير الوطني بعد ذلك بعد الحمله ان شاء الله وبعد الانتخابات رايحين طلبوا الامين العام من اجل تنظيم ندوه او دوره اللجنة المركزيه او مؤتمر استثنائي من اجل التقييم من اجل معالجه هذه الامراض التي معناها اصبحت تنخر بجسد لكن سي خالد سي خالد آه عندنا قضيه الترشيحات آه الكثير من قي... حتى من الحزب شاهدنا م. مثلا مؤخرا معزوزي والكثير من القيادات م. يعني وقيادة مشهود لها ليست آه م. جديده قالت انه قضيه الترشيحات كان هناك في ترشيحات التلاعبات كان هناك قوائم جات يعني آه، باراشوتي جات من أبداً. جات من الفوق ما خرجتش من القاعده ومن المناضلين يقول لك انا مناضل في ولايه خمس سنين من مناضل بعدها يجي مرشح لا لم نشاهده يوما في الولايه لم يقدم شيء يكون هو متصدر القائمه هذه تاثر في النفسيات وتخلي دائما تخلي الصراع داخل الجبهه. وحب الشيخ رحمه يقول يقول في كل معناها انتخابات نخليه الريش. آه. يعني ما تفوتش انت اي حمله انتخابيه ديال أنا التحرير الوطني دائما لابد من كاين ناس غاضبه وناس ناس لا وكيف دونك لما يتكلم الغاضب انا نتكلم مم ممكن انا راني عضو في في مجلس الامه نعم عن ثلث الرئاسه لو اقوم بعد ما عندكش ما مصلحه مباشره لو انتقد ممكن يقول لك يعني موضوعي لكن يجي واحد كان حاط ملف تاعو نعم اه مترشح ثم بعد ذلك لو لو معناها لو تم ترشيحه لكن يعني صفق وهلل لو يقول هذه القائمة وذلك معناها وإذا لم يرشح يعني يدير حملة معارضة يعني أوش. أنت تشوفها باللي هذه حملة على غاضبين اللي ما عندهمش لا, لا أقول غاضبين أنا أقول باللي هناك يعني هناك مرض هناك خلل داخل الحزب لابد من معالجته كيف يعالج الخلل؟ لابد أن يعالج هذا هذ الخلل اللي جاي من يأثر على الجبهة المصارحة والمكاشفة نعم قلت لابد من عقد يا إما مؤتمر استثنائي يا اما ندوه وطنيه الاطارات يا اما تنظيم اللجنه المركزيه الحاليه اللي عندها شرعيه يحطوا في في نقطه واحده جدول الاعمال هي التقييم يعني الاستحقاق تقييم الانتخابات تاع 2017 احنا نحن مقبلون على انتخابات محليه وهي اخطر نعم. واكثر معنا حساسيه من الانتخابات الوطنيه الوطنيه التشريعيه وبالتالي لابد من تصحيح المصال لابد من تصحيح يعني الاداء لابد من مراجعه يعني والكيس من دان نفسه من يعني قال انا اخطانا هنا هذا ماهوش عيب شجاعه نقول شجاعه باش نصحوا الوضعيه تاعنا لكن باش نقول يعني القوائم راهي مفبركه ولا فيه جهه تبلي انا نقول بالان ما كان حتى املاء الامين العام يعني قام باجتهاد المكتب لكن السياسي لكن ما كانتش المعايير واضحه في في ضبط بالعجل. القوائم ما كانتش معايير واضحه وشفافه والله كان هناك الكثير من الغموض شوف هناك لو كانت المعايير شفافه قد ما هناك تجاوزات وقد تكون هناك يعني فراغات وقد تكون هناك يعني بعض الغموض وقلت هذه تحتاج الى يعني وقفه للتقييم وقفه لمراجعه يعني الاداء تاعنا وفي كل يعني بكل هدوء يعني دفاعا عن المصلحه العليا للجزائر اولا. الجزائر الان في هذه المرحله بالذات تقتضي منا اننا يعني نوحد الجهود اننا نعمل جميعا على نعم يعني تجنيد المواطن الجزائري للذهاب الى صديق الاقتراع يوم 4 ماي لانه نحن الان في اقول يعني رهان كبير والمخاطر هذا راح نتحدث هذا راح نتحدث عنه سي خالد ممكن هذا اخر سؤال على الوضع في جبهه التحرير هل جمال ولد عباس هو المشكلة, المشكله ويجب ان يرحل بعد شريعته والله ماهيش قضيه امين عام الان قضيه شوف لابد من من معناها قلت لابد من لقاء يجمع كل المناضلين لابد من المكاشفه المصارحه لابد من فهم لانه الان جبهه التحرير الوطني راهي تعيش مرحله جديده فيه انتقال اقتصاد السوق، فيه ازمه اقتصاديه فيه ازمه لكن كيف تقيم اداء ولد عباس؟ يعني هذه الاشهر هتكي... ما نقدرش ما نقدرش نقيم اعطينا وعلاش ما تقدرش؟ اعطينا تقييم يعني مثلا في الخطاب السياسي اللي اعتمدوا الكثير قال انه لم يكن في المستوى المطلوب في طريقه سير الحزب التقييم التقييم يعني يكون في اطار في اطار رسمي يعني داخل المؤسسة ما نعم ما نقدرش ما نقدرش انا معناه نقيم الامين العام او رئيس الحزب لكن بالخادم أو بالخادم أو كنت تقيمه في الله غالب لا. لربما كانت كان ظرف يعني وكان هذاك الوقت ربما قضيه نضج سياسي ايضا نعم ف... خل خلينا ندخل في الحم... الان الظرف الحالي نعم والوضع الحالي يقتضي مني انني اوجه نداء المناضلين اللي راهم رافعين الان يعني او الغاضبين ولا اللي راهم ينتقدوا مطلعين نعم نقول نروحوا للانتخابات نعملوا الحمله نجحوا جبهه التحرير الوطني ونطالب الامين العام باش ينظم لنا ندوه وطنيه للاطارات او مؤتمر استثنائي تكون فيه تقييم الحزب وكيفاش يعني نتخلصوا من كل هؤلاء الذين هم يسيئون الى الحزب عن طريق هذه قضيه الفساد والشكاره والمال الفاسد وقضايا اخرى. نعم. لكن الان ماهوش وقتها. خلينا ندخل الحمله الانتخابيه يعني بعد اسبوع حتى ولحد الان يعني شاهدنا ممكن في غياب النكهه الاقتصاديه لخطابات المرشحين يعني تحس انه الاحزاب لم تحضر برامج حتى جبهه التحرير الوطني حتى يعني احزاب الموالاه ولا المعارضه لم تحضر برامج مقنعه برامج يعني مدروسه كان هناك الكثير من الارتجاليه صحيح طاف عليه لانه الازمه الاقتصاديه طغت نعم وما كانش الان حزب سياسي قادر باش يقدم حلول لهذه الازمه ونظره واضحه لهذه الازمه. نعم. كل الان لو تقرا صفحات الجرائد التصريحات كلهم ينتقدوا اداء الحكومه الجهاز التنفيذي. لكن بدون الأداء. تقديم بدائل. وقد قال احد علماء الاقتصاد كارل ماكس علم اجتماع نعم. يقول رافض الشيء يقدم بديله اذا رفضت شيئا فعليك بتقديم البديل. انا نقرا الان نقرا كل الناس يعني تنتقد قال داروا الرخصه علاش الرخصه وكذا هذه مثلا علاش الاسعار تاعها ارتفعت لكن ما هي البدائل الان؟ ما هي اطروحاتكم؟ شوف انت الان الحمله في فرنسا الانتخابيه البرامج يعني تقدم على المكشوف. نعم. يعني فيه معناها مناظرات احنا بخصوص الحملة في فرنسا يعني ممكن الجزائريين أصبح اهتمامهم ومتابعتهم للحملة في فرنسا أكثر من الجزائر لا هذه قضية, قضية هل أنت ما بهذا الأمر؟ لا مش شعرت به هذا تفوق الإعلام الفرنسي لا مش فقط لا, لا حتى لا مستوى لا حتى مستوى لا, وعلاش وعلاش تحصلوها في الاعلام وحصلها في السياسيين هل هل عندنا احنا سياسيين مستوى ماكرون ولا مستوى بون ولا ولا, ولا ما عندناش ما تحصلهاش في الاعلام من صنع من صنع ما حصلها في السياسيين شكون صنع فيا لا لكن ماكرون لا اسمح لي من صنعه لكن ما لا ما حتى رسول يمش... الله شو رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يقول لك بلغوا عني ولو ايه يعني اعطى للاعلام حقه هذا سيدنا رسول الله واعطاه الاعلام قال لك بلغ عني ولو آية هذا الإعلام الفرنسي متفوق لا أنا أنا وعنده أنا ثقافة أنا أنا ثقافة أنا على لأنه حتى لا. لو نشوف رؤساء الأحزاب نشوف المستوى لا. السياسي نشوف الخطاب احنا 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 لما احنا لما يمشي صح في بعض رؤساء الاحزاب يقعد ساعه لا يجد تصريح واحد يستاهل ان يتم ابرازه يعني كاين فرق في الازمه الاقتصاديه في بلادنا مما معناها ادى الى نوع من العقم في ايجاد برامج معنى تقديم برامج واضحه للاحزاب المفروض نختلف صحيح ولكن نحن كلنا نعمل من اجل بناء الجزائر ميت بناء ميت البلاد نعطيك مثال صغير البلاد من خلال مساهمه نعطيك مثال صغير انت قيادي سي خالدي في الافلام سابقا ####لا لكن لا زالت تنتمي للحزب وسيناتور وزير... نعم مش مش نعم لكن عندك, عندك كلمتك وعندك وزنك في الحزب مثلا جبهة التحرير الوطني هل يملك مركز دراسات هل يملك... مؤسسات معاهد لي أنا هو موكي. كحزب كحزب حاكم ولديه امكانيات م... ولديه هل إمك هل اسمح لي فقط سي ولديه امكانيات ماليه معتبره وعنده 200 نائب في البرلمان في المجلس الشعبي الوطني وعدد كبير في مجلس الامه والاف المنتخبين شكرا. لكن ما عنده مركز دراسات معترف به و ولي... ما تقوليش يوم دراسي يعني تجيب خبير ويوم... ما كاش برامج ما كاش نعم فكره عندنا الآن فيه لجان على مستوى الحزب، أنا شخصياً كلفت من طرف الأمين العام نعم. سيد عبد العباس باش نناقش ملف الملف الاقتصادي. سي عمرتو عم كان قدم يعني مركز دراسات يعني مؤسسات لا بإمكانيات بعمل محترف لما عمل تاع خبراء مش عمل تعالجنا يوم دراسي لا فيه لجان تشتغل على مم. على الدواء على مدار السنة. إحنا لم لم نتوقف اللجنة اللي فيها أنا مثلا تاع لجنة الاقتصاد فيها الان رؤساء جامعات مناضلين بطبيعه الجامعة تاع فيها مناضلين دكاتره يعني في في مجال الاقتصاد في مجال الاجتماع هم ينشطون الان وهم يحضرون الان البرنامج الاقتصادي للحزب نعم. واللي احنا ندخلوا به الانتخابات ان شاء الله اعطينا اعطينا ملامح من البرنامج الاقتصادي للحزب نعم. الملامح هكذا كبير يعني ما احنا يعني كمتابعين كنقول نقول لك انه صحفي او الجزائري يضيع في دعني اقول, لكم حزب. ان البرنامج الاقتصادي الرسمي للحزب الوطني هو البرنامج الذي تم اعتماده في المؤتمر العاشر نعم هناك برنامج اقتصادي اجتماعي تمت مناقشته وتم يعني مصادقته عليه في المؤتمر العاشر وهو الورقة الطريق هو الورقة الطريق تعليم إن يعني شئتم للطلاع عليه يعني الموقع موجود لا سي خالدي آه سي خالدي يعني حتى نكون واضحين جبهة التحرير الوطني في كل المشاريع اللي تجي للبرلمان ولا أغلب المشاريع اللي تجي من الحكومة م. البرنامج الاقتصادي يديره الحكومه و... ونواب الجبهه يعني بشكل عام يرفعوا الايدي ما تحسش انه حكومة لا مش حكومه جبهه التحرير ايعقل ايعقل أي اني معناها انا في جبهه التحرير الوطني والحكومه حكومتي ورئيس الجمهوريه رئيس حزبي نقوم معناها برفض أو ب ما قلت شرفت لكن حتى, آه في آه حتى في الاقتراح حتى في الاقتراح في المبادرة تجي كل المشاريع تجي من الحكومة والسلطة التنفيذية آه ما تجيش كتلة كتلة جبهة التحرير الوطني وأنا أعي ما أقول في كل القوانين مشاريع القوانين التي مرت في الغرفتين تحملت المسؤولية الكتلة وقامت بإدخال تعديلات أو بالموافقة على مشاريع قوانين واعتبرت هذه المشاريع هي مشاريع جبهة التحرير الوطني احنا الأغلبية والأغلبية بمعنى أنني حزب الحاكم نعم صح بطبيعة الحال بالتحالف مع الشريك الأول وهو التجمع. الأرندي كيف نعم. الورقة الـ 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 الوزير وزيري خذ على سبيل أي وزير يكون إما وزير جبهة التحرير إما وزير الأرندي ويجيك كتاب برنامج ولا مشروع قانون هذا مشروع مشتاح حجار ماهوش تاع المشر... ماهوش تاع تبون لكن المشروع ماهوش تاع ب... ماهوش تاع مالك المشروع لأني... المشروع جاء من الحكومه لم يجي... لم ياتي من لأنه... لانه 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 انا كنت عضو حكومه نعم المشروع ياتي من الحكومه نعم. الحكومه هي التي تدرس او توضع المشاريع ثم ترفعها الى مجلس نعم. الوزراء نعم. ثم يقدم الى مكتب المجلس الشعبي الوطني لبرمجته وادراجه للنقاش لا لكن طرح. لكن لا المجلس الشعبي الوطني عنده الحق يسين قوانين نعم يعني. عنده الحق يدير قوانين ومن منعه من ذلك؟ هذه هي هذا هو السؤال يعني كاين فقر تشريعي كاين وبرلمان ضعيف وهذا تعرف انت تعرف جيدا تعرف احسن مني أنه هذا البرلمان كان ضعيف هذه فرصه باش نزيد نتكلم حتى على قضيه من الان يتكلموا على نسبه مئويه تاع يقول متعلمين وغير متعلمين مثلا نعم الدستور تاعنا احنا واضح انه الاحزاب السياسيه لها الحق في تقديم ان ترشح من ترى مناسب للمجلس الشعبي ما كانش يعني قيد او شرط قال الشهاده العلميه كما هو معمول به في بعض الدول احنا الباب مفتوح ما مناضل نعم فبإمكانك لكن أنت... هذا ولد خ... ولد ولد غضب شعبي الأحزاب لا يقول لك خليد... برلمان الحفافات أغ... برلمان هدي... هذا غض... ولد غضب هدي... شعبي هدي ق... يعني. اسمع أندروبوف في... في... في, الو... في الاتحاد السوفيتي كان معناها صبي ميكانيكي للقاطرات مم. ووصل إلى إلى, إلى... ووصل لي... ليتقلد منصب الأمين العام لا أنا كان. الأمين موس... العام للحزب الشيوعي السوفيتي وكان سي... رئيس أسمعني كان رئيس الاتحاد السوفيتي سيخالي. وهو اسمح وهو صبي ميكانيكي سي خالد مع الاحترام لكل المهن ياسر فضيل نعم. يا باش ما تفهمنيش خل... مع الاحترام لكل المهن لكن احنا أحنا, أحنا, لما احنا لما احنا لما احنا لما نشاهد نائب في المجلس الشعبي الوطني ما يعرفش التضخم ولا ما يعرفش ابسط المصطلحات الاقتصاديه والسياسيه وهذو ممكن هما الاغلبيه ما عندهم لا مش, مش عندهم ولا جزء كبير انا يعني ما قلتش الاغلبيه لكن جزء معتبر في نوع من المبالغه جزء معتبر ما عندهمش فيه ما مستوى كبير في جلد الذات هنا لا. رانا فيه جلد للذات وفيه نظره سوداويه على خير ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولا تعثوا في الارض مفسدين لما تشوف ترى رئيس الماليه الدكتور بدا محجوب راه من من يعني من من الاساتذه اللي هما مع... لهم شهادات درس عندي عنده دكتوره في الاقتصاد لما تشوف يعني اعضاء اللجنه تاع الماليه نفس الشيء لما تشوف تاع الخارجيه لما تشوف تاع القانون السيدة التي كانت رئيس لجنة الشعب لا ما احنا ماناش نعمم ولكن هناك الكثير من النواب عندهم لا يعني لا كان لا عندهم لا مستوى لا كثير ماناش نعمم طبعا ولكن انا نقول باللي في هيكله نعم وفي في في هيكله داخل المجلس اللي هي يعني اطارات اللي قادره يعني تقود العمل بكل يعني نجاح وبالتالي نفس الشيء بالنسبه للمجلس الامه كيف كيف في احنا احنا سي خالد يقولوا العبره بالنتائج لماذا الجزائري المواطن الجزائري غضبان وتعبان واذا صح التعبير قرفان من المجلس او نواب المجلس الشعبي الوطني لماذا يعني كاين مشكل يعني كاين مشكل يعني في نقص اعلام هل المشكل في الاعلام ايضا كاين بروبليم دو كومونيكاسيون تاع الحكومه في حد ذاتها حتى المنتخبين الهيئه الهيئه المنتخبه اللي هي اعضاء مجلس الشعب الوطني اللوم عليهم في حاجه انهم ما فتحوش دو مداومات كان المفروض احنا في جبهه التحرير الوطني في 2002 طلبنا من من انا ذاك طلبنا من من النواب تاعنا وحتى في 2007 كان السيد الامين العام في ذاك الوقت سيب الخادم اطلب رسميا انه كل نائب في البرلمان كل نائب في مجلس الامه ان يفتح مداومه في معناها الدائره الانتخابيه تاعو وكان لابد من خلق سلسلة للتواصل بينه نعم. وبين المواطنين هذا ما لم يحدث في كثير من الولايات نعم. وبالتالي في غياب الاعلام اعلام او شيء الهيئه التشريعيه غياب ايضا نقص ضعف الاعلام لدى الهيئه الهيئه التنفيذيه وكذلك فتح ترك الباب على على مصراعيه مفتوح امام الاشاعه الان الاشاعه كما يقولوا فبني عليك بخلق الاشاعه وترديدها فانها تصبح لدى عامه الناس حقيقه, حقيقة. فبالتالي احنا الان رانا نعاني من واش من الاشاعات هاو لو كان تقول ضغط تخرج الباب الواد ولا لسحت هذا تقول كلمه برك رام قالوا يقول قالوا برك فعل ماضي ولا مبني المجهول فهمني قالوا واش قالوا قالوا طلع كذا غدوه تلقى معناها ان صحيح فبالتالي الاشاعه كيف الان المشكل تاعنا في الآليات، كيف نحارب الإشاعة؟ وكفى الرجل كذباً أن يحدث بما يسمع، هذا حديث لأنه يصل ما هو، معنى لمحاربة الإشاعة، كفى الرجل كذباً أن يحدث بما يسمع. لكن الإشاعة لكن أي النقد أين النقد؟ أين النقد الذاتي يا سي أين النقد؟ خليني نكمل يعني المشكل في الإعلام وفي الإشاعة وفي نعم خلي خلي نتحدث عن المشكل تاعنا، المشكل الآن الساحة السياسية والمجتمع برمته ليس فقط بالسياسيين الآن يعني تطغو عليه الإش... الإشاعة نعم. وترديد معناها حتى بعض وسائل الاعلام نون. وين يروح يقرا الشاب الجزائري ولا اي اي قارئ الجريده؟ يروح لك البيريسكوب نعم. على لانها اشاعه هي, هي فيها الاشاعه وين يروح سوق الكلام لان فيها اشاعه نعم. المرصد لانه فيه اشاعه وما يروحش للصفحات التي معناها الصحافي نعم. يوقع باسمه نعم علاش؟ لانه لو كان يوقع باسمه قد يعرض نفسه لخطر الماده 42 نعم. يعني يولي متابع قضائيا خلينا خلينا خلي نختم بهذا السؤال الجزء نعم. الاول سي خالدي هي انت تحدثت عنه لكن يبقى يهم الجزائريين 50% من المرشحين الان يعني بدون شهادات يعني هل هل هذا يضرب مصداقيه البرلمان القادم؟ كاين كلمه قالها امين عام سابق لجبهه التحرير كاين مناصب تحتاج دكتوراه نعم وكاين مرات تحتاج ليسونس وكاين مرات تحتاج شهاده ميلاد نعم مد. نائب شهاده ميلاد يحتاج قد قد تكون نعم هناك بعض النواب احيانا في العمل الحزبي تجده معناها له درجه من الوعي ومن النضال ما تمكنه معناها او عنده شكرة سهل. لا هذه قلت لك هذا حيكون لها مو وقفه ان شاء الله انا أنا نقول لك انا شخصيا واتحمل ما اقول أننا سنذهب يعني بكل قوه للحمله الانتخابيه سندافع على جبهه التحرير الوطني نعم. هذا 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 ما يلومنا فيها حتى واحد سن... يعني انت من ساجم انا عم لا, لا في لا فريق لا في لا حاكم نتحمل المسؤوليه نعم. نعم في خلافات فيه مشاكل الان داخل الحزب لا انكرها لا انكرها وفي ايضا بعض التجاوزات وفي ايضا بعض الامور التي لا ترضي <applause> اي مناضل شريف في جبهه التحرير الوطني هذه سوف لن نغض عنها البصر وانما سوف نؤجلها الى مدى المشكل دائما كاين تاجيل دائما هو حسب راح نأجل هادي هادي ممكن 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 أسمح أسمح راح نأجلوها هذه ممكن اللي تعبت المناضل دائما تقول له بعد, بعد خلينا نفوتوا هذه المرحله وبعد نصلح الحزب وهذه عنده 50 نجلها مباشره بعد الانتخابات انا الان اتقمص يعني قبعه جبهه التحرير الوطني ما نقبلش بجمعيه الوطنيه تدخل معنا تخرج خاسره من هذه الانتخابات ماذا بيا دائما نحافظ على الرياده تاعي اثنين ساطالب وأناظر من اجل ان ادفع بالامين العام وكذلك سنطلب من رئيس الحزب انه نعمل وقفه للتقييم لمحاسبه الذات يعني الانسان يعمل لوتو كريتيك نعم ويقيم و... واضحه فمن... واضحه الفكره في في في, في... يا اما الاطارات يا اما مؤتمر استثنائي نعم. يا اما اجتماع لجنة المركزيه خلينا خلي ناخذ نعم. سيخاد خلي ناخذ استراحه قصيره ونتحدث في الجزء الثاني عن المشهد الاقتصادي وانت تا... يعني على بالي عندك درايه واستاذ في الاقتصاد ممكن. عندك الكثير ممكن. من الافكار في هذا الموضوع اذا مشاهدينا الكرام خلص. فاصل قصير ونعود مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج البلاد اليوم والذي اسعد فيه باستضافه السيناتور عن الثلث الرئاسي والوزير الاسبق للتكوين المهني الهادي خالدي في هذا الجزء نتحدث عن المشاكل الاقتصاديه والمواضيع اللي تهم الجزائريين ممكن تهمهم اكثر من الحمله الانتخابيه ومن القضايا سياسيه في الان سي خالد ممكن سؤال كبير للجزائريين هو قضيه تحكوت مصنع هيونداي هذا داير جدل عظيم وماذا بينا نسمع نسمع رايك هل هو حقيقه تلاعب يعني مصنع هيونداي في تيارت هو تلاعب واستفاده من أموال الجزائريين من من خلال القروض من خلال إعفاءات الضريبية من خلال تحويل العملة أنه صح حقيقة عندنا مصنع وفيه نسبة إدماج وموظف الجزائريين هنا كاين جدل كبير لأنه شفنا الصور تاع الصور الأولى كانت سيارة تقريبا جاهزة يعني يركب غير العجلات بعدها كانت فيديوهات من داخل المصنع أنه هناك بعض الـ يعني القطع الأخرى تركب لكن ما قنعتش ما قنعتش الرأي العام وهذه أصبحت قضية بامتياز شوف والله قضيه تاع هونداي هذه لانه نعلى على الكثير من هذا المثال وكل فقط كل المركبات يعني التي ما. التي معناها اقامت لها مشاريع في الجزائر إحنا اول شيء نبارك يعني اي من اي مشروع يقام في بلادنا دي ديزيزين في الجزائر اقامه المشاريع مكسب حنا حنا مكسب علاش؟ لان داخله دون في اطار ما يسمى بالانتشار مصنع في جزائر السيارات هذا شيء يعني حلم علاش حلم لانه فيه التونسفير دو سافوار فير نقل معناها المعارف فيه نقل التكنولوجيا وهذا يعني تقريب رغبتنا وتقريب حلمنا الجزائريين في ايضا تشغيل آه منا في خلق مناسب في خلق مناصب شغل فتح المجال امام كثير من الـ من الـ الشركات المتوسطه والصغيره كي تنشط في خلق مناصب شغل غير غير مباشره فبالتالي وكذلك فيه ايضا اقتصاد في العمله الصعبه نعم. لانه تصور انت كنا نستورد حوالي 400 الف سياره في السنه 3 مليار دولار نعم. يعطيك صح لما تصبح الان هذه تصنع في الجزائر ويصبح معناها فيه 200 ولا 300 عائله تاكل خبز في هذا المصنع تاع هونداي 400 عائله تاكل خبز هذه مباشره خليك معناها للنقل 400 خليك. موش عدد كبير يعني مصنع بهذا الحجم موش ولكن عدد كبير ولكن كبدايه نعم كبدايه هذه يعني الانسان يشجعها الان الشق الثاني وهو انه كان يركب العجلات ولا يركب يعني هل انت تشوف كاين تحايل ولا ما تحايل هذا سؤال كبير لا كاين ناس مختصين في الاقتصاد الصناعي ليكونومي اندستريال حنا الهدف من خلق مصنع في الجزائر هو انك تنقل المعرفه كما قلت ترانسفير نقل التكنولوجيا وكذلك تمكين الجزائري من التحكم في هذه التقنيات والاليات ويكون فيها ايضا برنامج فيه معنى في فيها ان بلان برنامج عمل بحيث درجه معناها نسبه الاندماج لو تو احنا المطلوب 40% هاني جايك نبداو لا ما نقدرش نبداو ب 40% من هاللعبة. لا المطلوب نقصد نعم لكن الان نعم يقولوا واحد او نبداو نبداو نبدا مثلا ب 1% ولا ب 5% ونبدا سنويا نعم. يعني المشرع او المخطط عفوا او صاحب المشروع حتى نصل ل 40% يوصل ل 40 ونقدر يوصل حتى ل 60% نعم ولما لا فبالتالي هذا يعتبر مكسب لانه نصبح حتى احنا داخلين في الدوره تاع الانتاج اذا كان المشروع تاع هونداي وأنا لا ادرك لا, اعلم ولي, ولي ثقه في 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 الحكومه يعني مشات لجنه التحقيق وقالت باللي عندي لا يوجد مشكل وهنئت المصنع ما نظنش ما نظنش ما نظنش لكن يعني يبقى يبقى تساؤلات نعاود يعني نرجع للاشاعه الاشاعه هنا نرجع للاشاعه هنا فبالتالي انا بالنسبه لي مصنع يعني انشئ في الجزائر لجنه لجنه فيها 23 معناها اطار جزائري هل يتفقون جميعهم على على تضليل الشعب الجزائري؟ نعم كاش واحد يحب يبيع بلاده؟ يعني انت تثيق في لا. انت تثيق في اللجنه بطبيعه عندك ثقه في اللجنه لا. لا. لازم نثيق فيها نعم. فيها المفتشيه العامه الماليه نعم. فيها الضرائب فيها الجمارك فيها ممثل على رئيس الحكومه على الوزير الاول فيها ممثل على وزير الصناعه فيها ممثل على وزير التجاره نعم. كيف كيف لا اثق حنا القضيه تاعنا قضيه الثقه نعم الجزائري الان يجب ان يثق في دولته طاف على حتى من يعارض الان ومن معناه ينتقد هذه الدوله نقول كفانا معناها تقويض لمعالم مع الدوله نعم لانه خلق الاشاعه لكن اللي عارض عنده الحق يعارض يعني بدون ما نجدوش المعارضه ما ما اللي حبي عارض يعني عارض عنده الحق يعارض لو قلت نعم. الناس اللي قاعدين ينشروا في الاشاعه نعم. ويظلوا في الناس يعني تضليل الراي العام هذا خطا احنا ما بنا نكون معناه عندنا نقد بناء قال اون دوموند بليس كاين مصنع مرسيدس كاين تاع رونو كاين تاع بيجو جاي تاع فولسفاجن جاي تاع مرحبا بهم ولكن اذا كان يخلق لي مناصب شغل اذا كان نقطه وهذا وهذا ايضا سي وفي خطوه لاحقه وفي خطوه لاحقه نحي المشكل تاع كلش في العاصمه يعني خطوة. يعني, نعم. يعني بدينا نمشوا قال حاجه في تيارت حاجه في الصحراء حاجه في الغرب وهذه راح تخلينا نفتحوا بوابه على الجنوب احنا عندنا شوف عندنا السوق جهوي واعد نعم. وهو السوق الافريقي نعم. السوق الافريقي راح يستق... يمتص كل هذا المنتوج اللي ننتج فيه فبالتالي ما يقال الان كما يقول مونتسكيو يقول لك كل فكره جديده يعني تستقبل بالتهكم توت نعم. معناها او 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 في او الي معناها ريديكوليزي نعم اون سويت في المرحله الثانيه شو اللي يقول لك ال سي بي اون فورت اوبوزيسيون كما يشوف الفكره بجات مليح ولت تعرف معارضة كبيرة مقاومة وفي نهايتها الدوفيا <applause> <applause> معناها انيفيدونس الدوفيا انيفيدونس تصبح معناها وكأنها حاجة مسلم بها يقول لك هذيك على بالنا بها الآن المصانع هذه أنا نقول لك صراحة الدولة لازم تضع منها دي تضع منها قيود تضع شروط صارمة فهمتني وأقول لابد من التمييز بين أصحاب المال ورجال الأعمال نعم رجل الأعمال ونوضحها رجل المال هذا راح يدي من البنكه معناها القرض لين دو كريدي خط قرض بسعر رسمي نعم. ومن بعد يجيب لي المنتوج نصف مصنع او مصنع نهائي التصنيع ويبيع لي يعني يحسب لي يعني يدير الكلفه تاعو على اساس سعر السكوار ويدي هو هذيك ست نقاط ولا ثمان نعم. نقاط الفرق بين السعر هذه فاتوره فاتوره الاستيراد تضخيم دي. تضخيم نعم. الفواتير نقول لك قاعد بسبب هذا الفرق هذا, هذا هذا ماهوش رجل اقتصادي هذا نعم. الاقتصادي هو من فكر في خلق المشروع في بلاده من اجل خلق هذ... الثروه هذي... هذي من, أجل خلق القيم من, سي... من اجل خلق القيمه نعم. المضافه من اجل خلق القيمه واضح خلق الثروه وكذلك التكوين تكوين الانسان واضح هذا فيها. هو الاهم هذا المهم ايضا قضيه الفرق الكبير والفاحش اللي انا نشوفوه بين سعر يعني العمله الصعبه في البنك والعمله الصعبه في السوق السوداء وهذا يفتح باب كما يعرف كل الخبراء الاقتصاديين لتضخيم الفواتير لاستيراد امور لا نحتاجها وهذا يعني بشكل غير مباشر يستنزف العملة الصعبة لحقنا حتى 50 60 مليار دولار يعني استيراد في السنة الان انا مثلا كاين مثال مهم شاهدناه درتو مثلا البرازيل عندها سنوات درت مؤخرا مصر قضيه تعوي. توحيد سعر مم. الصرف يعني بين البنك وبين مصر خلينا نوضح لك فقط مم. مصر قامت به رغم انها ما تملكش عمله يعني احتياطي عمله صعبه كما احنا عندها يعني لحقت 25 مليار دولار فقط جزء كبير منها كان عباره عن قروض يعني حتى مش تاعها مش عمله صعبه تاعها احنا الجزائر عندنا حدود 100 مليار دولار يعني مريحه مقارنه بمصر وعلاش ما ناخذوش قرار جريء بتوحيد سعر الصرف هذا راح ينقص التلاعب راح يحارب الفساد راح ينقص فاتوره الاستيراد لانه يولي تجيب سلعه باش تبيعها مش باش تخرج العمله او تهرب الأوروب شوف القضيه هذه تاع تقريب سعر الصرف الموازي الرسمي الموازي وكل دول العالم عندها يعني هذا احنا هذا هذا كل دول العالم نفس هذا احنا هذا هذا و... ادبيات صندوق النقد الدولي نعم. في ادبيات صندوق النقد الدولي كل دوله يعني طبقت سياسه التصحيح الهيكلي نعم ونحن قمنا بتطبيقها نعم. في نهايه الثمانينات بداية التسعينيات نعم تذكر جيدا اننا انتقلنا في السعر الذي كان سعر الصرف الذي كان يقرر يتم اقراره يعني اداريا نعم الى فاصبح معناه يقترب من السعر الموازي نعم سعر السوق السعر الحقيقي سعر الحقيقي لكن احنا تعرف عندنا التوجه الاجتماعي نعم البعد الاجتماعي اللي هي فيها التحويلات الاجتماعيه نعم. فيها ايضا اسعار مدعمه والدوله غير قابله تعرف انت اجتماع السيد الجمهوريه بالحكومه في ديسمبر 2016 عندما يعني صادق على مشروع قانون الميزانيه من بين التوجيهات لمدها قال لا يمكن لنا ان نتخلى عن التحويلات الاجتماعيه ولا على الأسع على اسعار المواد الاساسيه لكن هذه 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 تقدر تكون من خلال الدعم الذكي يعني عندك شرائح ضعيفه دير ف... لها كما كيما موجود في الغرب كاين دعم موجه مش دعم للغني والفقير احنا المشكل هناك اطروحه الكل يستفيد من, من دعم عفوا هناك من يقول الدعم يجب ان يكون غير مباشر <applause> وهناك من يرى أن الدعم يجب أن يكون مباشر يعني لازم نروح مباشرة للمحتاج المعوز نعطوه يعني مثلا تقدر تزيد المنحة على الطلبة هذه مثلا تزيد مثلاً في تقاعد التقاعد تزيد في منحة الأطفال هذي هذي عندك, عندك الآليات باش لي ليست, ليست بالهينة ليست بالسهلة هذه تحتاج آليات لا أنا أنا شوف تحتاج آليات أو شيء تحتاج آليات نمشوش القرارات أنا ذو سؤال القرارات الصعبة والجارية أنا ذو سؤال أعرف أنه باش تبقى الامور كما راهي سهل يعني تحتاج لكن تحتاج لماذا لن نقدم على قرارات صعبه وجريئه؟ هذه هذه اللي تقدر تسمع الفارق ما تقدرش تكون في موقف يعني الـ 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 صاحب القرار لانه صاحب القرار كما رب البيت يعني قد تتصور ان هذا القرار الذي يتم اتخاذه قال والله اي غدوه الحر اسعار الصرف قال في سوق الصرف شحال ب 18 اي البنك ديرها ب 17 سيترتب عليه امور خطيره ما. جدا تعرف ايش تطلب عليهم؟ انت شفت غير فقط السوق الموازي ما شفتش الان قال هاي مصر نجحت فيها ما الان انا شفنا مثال في مصر نجحت ما شفتش الصادرات تاعك انت ما شفتش الوالدة تاعك اللي هي تجيبها الدوله رسميا كيفاش حتكون التعامل معها ما, ما شفتش ايضا المستوى العام للاسعار واش حيصرى فيها سيحدث في الاسعار المنتجات والسلع تعرف تصرف فيها مش انفجار في الاسعار لكن يا سي خالد انا سؤالي ما. يا ريت تفهمني يعني أنا معك انه كاين الكثير من التداعيات لكن انت تعرف جيدا انه الوضع اللي راهي فيه, فيه الان الجزائر وضع اقتصادي صعب وغير طبيعي مو صعب والله مو صعب وكاين كثير مثلا كل دول العالم عندها سعر موحد للعمله يعني الجزائر هل هي اذكى من دول لا اخرى شوف يعني انت انت تلحق تلحق لهذه المرحله لا لماذا شوف ما تلحقلهاش وتكون مرتاح الوضع أحسن يعني نقولك الوضع الاقتصادي غير ليس بالصعب نعم كيف ليس بالصعب ونشوفوا تدهور القدره لا الشرائيه نشوفوا انهيار ب... الدينار ليس بالصعب تعرفوا هو المشكل وين راه المشكل الان في قضيه الترشيد حتى قضيه هذا التقشف انا اقول لك ما لازم معنا لا. بشروح التقشف احنا في حاجه للترشيد فيه تبذير والتبذير يجب معناها هذا هذا ولا طابو عندنا اذا كان طابوا طابو نكسروا الطابو هذا تاع التبذير ولنتحدث عن التبذير في كل مستوياته نعم. نبدأ في كل المستويات معناها ونجوا ماشيين ونشوفوا التبذير في كل المستويات وسوف نعمل عمل عمليه حسابيه بسيطه كم سنقتصد من هذه العملية تاع التبذير خلي خلينا نتحدث اذا شوي. كان صححت الان قم بالترشيد نعم وتقليص الانفاق العمومي نقلص الانفاق العمومي ولقيت روحك باللي ما زال الان تعاني نقول لك حينئذ المر الى مرحله شد الحزام نعم. اما انك تروح شد الحزام مباشره دون الترشيد دون معنى مكافحة ومحاربة التبذير ها نقول لك هنا يعني لكن يعني سي تحتاج آلية سي خالد أنت تقول الوضع موش يعني رفضت كلمة صعب نشوف القدره الشرائيه للجزائري تنهار يعني امام اعيننا اصبحت الاسعار ممكن تمشي تشري الفواكه مستحيل تشري الفاكهه الان صحيح يعني صحيح يعني الموز ب 700 دينار 800 دينار التفاح ب 700 800 يعني اصبحت اسعار الثوم اسعار فاحشه وغير متاحه للمواطن الجزائري العادي اللي ياخذ 40000 او 50000 دينار فما بالك اللي ياخذ 18000 دينار يعني السميك الحد الادنى للاجور يعني هذا مستحيل يعيش هل الوضع هذا سيستمر خاصه انه الباحث شفنا مثلا الخبير الاقتصادي بن بتول حذر من انهيار متواصل لسعر الدينار قليل حق حتى يعني واحد اورو يلحق حتى 300 دينار الباحث 300 دينار يستحيل الباحث شفنا 190 دينار في في لو اكل في عز الازمه الاقتصاديه نعم. الجزائريه نعم. في التسعينيات وحنا نعانيو من ازمه الارهاب وازمه نعم. عن امنيه وما وصلش لحق الواحد ل 19 يستحيل باش يوصل لواحد 300 تعرف عليه لان احنا الان بصدد اعاده بناء الاقتصاد تاعنا بعيد عن البترول فيه الان فيه محاولات نعم. فيه محاولات نعم لبناء اقتصاد بعيد عن البترول مثلا كاين مركبات الحديد نعم. النسيج بارك الله الاسمنت كاين كثير من حتى نعم. بدينا نرجعوا للنسيج نعم. الجلود نعم. آه ايضا الفلاحه رانا ماشيين حتى الان باش نفكر في التصدير نعم. وبالتالي راح نخلق مصادر لجلب آه العمله الصعبه خارج قطاع المحروقات هل خلق... تشوف انه هذا ممكن يعني في المدى المتوسط ما نحكيش المدى البع البعيد لكن في المدى القريب والمتوسط هل تشوف انه هذا المجهود اللي تقوم به الحكومه راح ياثر حقيقه؟ وانا ماذا بيا ما قضيه القدره الشرائيه الجزائريه، يعني قدر. هذه قضيه مهمه، هل تشوف بلي وكلها مترابطه يعني لما يكون هناك انتاج يكو سعر الدينار يتحسن، القدره الشرائيه ترتفع، م. يعني اعرف انه كل هذه السلسله مترابطه. هل انت تشوف انه المشاريع اللي تقوم بها الحكومه قادره باش تحسن من وضع الجزائر الوضع الاقتصادي؟ اول شيء لازم البرامج لا يجب ان تبقى فقط مقتصره على الحكومه. نعم. يعني لابد من دعم القطاع الخاص هو البديل انا لا اقول ليس البديل وانما اقول انه اليد في اليد القطاع العام والقطاع الخاص لابد ان يتعاون من اجل بناء اقتصاد وطني يعني متين يعني يكون صلب كيف ذلك؟ انه لابد من تقديم تحفيزات، خلق مناخ استثماري نعم. يعني يكون فيابل يكون مواتي من اجل دعم راس المال الوطني الخاص ولما لا حتى على استقطاب راس المال الاجنبي ولكن نبدا بالرأسمال المال الوطني اولا الخاص. لابد من تشجيع رجال رجال الاعمال، رجال معنا الاقتصاد الذين يعني في يخلقون الثروة علي. يخلقون ثروة يوظف يخلق يعني الجزائريين يعني يصدر نعم، شوف مثلا ترامب في الرئيس الامريكي قبل اربع ايام ولا خمسه لما اجتمعت المجموعة مجموعه ال وقدمت ورقه امريكا انه الان اصبح يتحدث ضد العولمه ضد العولمه آه. ضد ثانيا ضد ضد ايضا التفاوض المتعدد الاطراف اصبحت تتحدث عن التفاوض الثنائي ووجه حتى تهديد الشركات الامريكيه اللي هي ديلوكاليزي اللي هي الان راهي في المكسيك او الصين في الصين وكذا قال لهم يا اما أم ترجعوا لن عارف باللي هذا اي مشروع يخرج من الولايات المتحده الامريكيه في اتجاه الصين او في اتجاه اي دوله اخرى انما في الواقع مربوط بالتوظيف بالتشغيل خلينا ايضا نفس الشيء اذا كان الان شجعنا الراس مال الوطني باش يقيم مشاريعه مشاريع تاعو في الجزائر في الفلاح في النسيج في الجلود شوفوا بدا يتخلق عنا واحد واحد القطب هاي الان في برج برج قطب الالكترونيات نعم كل ما هو الكترونيك في فم... واد سوف ولايتك في... عندنا الفلاحه, الفلاحة, الفلاحة واحد. في الواد نعم فبالتالي نقول باللي لابد مش نشجع هذا حتى معناها تربيه الاسماك الان تربيه نعم. الاسماك في الاحواض هذه هذا هذا حنولي له لكن نعم. آه انا مش حاب نغفل هذه النقطه لانه انا نتصور باللي هي اهم نقطه تهم الجزائريين هي انهيار القدره الشرائيه والغلاء الفاحش في, في العشرينيات في العشرين اعطي لي اعطي لي فكره في الغلاء الاسعار الغلاء اني قلت لك شوف مستوى الاسعار نعم. هذا لا بد من كم من مرة أنا في, أي في عدة تدخلات كنت نقول المشكلة الحقيقية في اقتصادنا يعني اقتصاد الجزائر هو المستوى العام الأسعار والمستوى العام الأجور وأقول أنه لربما سنة نهاية 17 وبداية 18 راح تكون سنة المطالبة برفع الأجور مم. راح تكون سنة لكن الحكومة تقول ما كاش المال وجمدت كل... هني... كل, اسمح لي راح نقول لك إذا كان استمر على ما هو عليه الآن ستكون سنة المطالبة من طرف النقابات كل النقابات ستكون سنة مطالبة برفع الأجور هذا أقول لا بد من إعادة النظر الآن في تكوين الأسعار لا فورماسيون دي بري انت لي على الموز والقهوه وقلت باللي الفرق بين السعر في البورصه والسعر في الجزائر فرق لا يتصور لا هذا هذا يعني 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 كي القهوه لو, لو اقراها في كل الجرائد العالميه او آه السكر نعم اقراها في كل فينانشال تايمز ولا تقرا في موند ولا اي جريده أي يوميه تخرج لك الصفحه المركزيه هي فيها اسعار العمولات واسعار المواد الغذائيه واسعار حتى المواد في الانترنت أولية. يعني هذه ودخل الانترنت, الانترنت الان كل ثانيه عندك حتى الانترنت. حتى في القنوات الان التلفزيونيه في الصفحه الاقتصاديه ياتي لك ما. بهذا فلما تلقى وعلاش عندنا هذا الفرق الفاحش يعني بين الموجوده في البورصه العالميه والاسعار اللي تلحق رغم انه رغم انه الاستيراد يكون عن طريق فتح خط قرض عن طريق البنك المركزي وبالسعر الرسمي للعمله. نعم. ولماذا عندنا هذا الفرق؟ ه هذا يبقى سؤال مطروح على 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 ايضا على المستوردين. على الحكومه هي اللي هي اللي تنظم على على وزارة, وزاره التجاره. وزاره التجاره ايضا نعم. نعم. اذا كان مثلا سعر القهوه في السوق العالميه وعلى بالك القهوه هي اصناف. نعم. هي كاين انواع القهوه. كاين ارابيكا كاين مش نعم. فبالتالي تلقاها مثلا تتراوح بين 200 حتى 300 دولار للطن. بمعنى بالسعر راس مش حتلحق 200 دولار 300 دولار يعني تلحق يعني حدود 35 دينار للكيلو اذا كان جبناها عن طريق يعني عن طريق فمن الى الميناء نعم روح اضربها في اثنين 70 الف دينار للطن المفروض كم سعر القهوه؟ يعني 70 دينار للكيلو مفروض نعم مفروض. فبالتالي هذا الارتفاع يعني الفرق يعني فرق ثلاث اضعاف او اربع هذه مشكله السكر نفس الشيء مشكله ايضا القمح مشكله كثير من الحليب كلها هذه موجوده في ال... في ال... 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 البورصه وهي اسعار معلنه يوميا يعني ت... هذا يحينا انه المشكل في الاجراءات أقول... اجراءات اقول مشكله الحقيقيه المعادله الحقيقيه والمشكله الحقيقيه هي هناك مستوى عام الاسعار يحتاج الى بكري في وزاره التجاره كانت عنده مديريه الاسعار ومدير المديريه هذه ارتقى حتى ترقى في مصر الى اصبح وزير الماليه نعم وهذه مديريه الاسعار هذه بكري كانت عندنا خمس انواع من الاسعار كانت معناها مراقبه وتسيطر عليها وزاره التجاره لما كنا في وقت الحزب الواحد وكانت الدوله المتدخله كان يعني في احتكار الدوله التجاره الخارجيه الآن نحن في حاجة أيضا إلى إعادة النظر في المستوى العام الأسعار في تكوين الأسعار بحيث تكون مناسبة لماذا؟ للمستوى العام للأجور وإلا سندخل في حلقة مفرغة كلما ازدادت الأسعار سيؤدي ذلك الى تدهور القدره الشرائيه كما هو الان وهذا يولد ركود و... اقتصادي وهذا يولد أي... يولد ركود ويولد ايضا حتى لانه بعد المصنع لها... كي ما يبيعش السلعه الجزائري ما يقدرش يشري يتولد ت... على الوظائف يتولد في... التضخم يتولد عليها كل شوف كل الامراض الاقتصاديه الامراض الاقتصاديه كل تولد عليها وتتولد ايضا انه... انهي... انهيار القدره الشرائيه لانه لانه السعر لما ترفع انت من يتحمل الفارق تاع السعر؟ يتحمل المستهلك. يعني انا انتهى وقتي سي خالدي بقات لي دقيقتين فقط وكاين موضوع اخر مهم ولافت الانتباه آه اللي يجب نتحدث عنه هي التحويلات الماليه الجاليه الجزائريه في الخارج. آه انت تعرف جيدا انه مثلا مصر، لبنان، المغرب جزء كبير من اقتصادهم مبني على تحويلات المالية للجالية يعني 10-20% في المئة من الناتج المحلي الخام لهذه الدولة يعني أكثر من السياحة ومن الفلاحة يعني قطاع حساس جدا استقطاب الاموال الجاليه في الخارج والجزائر يعني ما عندناش مشكل في العدد لا. عندنا ملايين جزائريين في الخارج وعندهم اموال وكاين اللي لكن ما يحولوش اموالهم للجزائر او بقدر ضئيل لما نشوف الارقام عندنا 2 مليار دولار سنويا للجزائر بينما تلحق 19 مليار لمصر و7 مليار للمغرب و7 مليار لبنان يعني كاين فرق كبير هل هذا ايضا يعبر عن فشل في استقطاب الجزائريين لاموالهم لا يعني تحويل التحويل لازم نشوف ن... خلينا نضرب نظره موضوعيه وشويه اسمع نعطوها شويه تفاؤل معنا... تفاؤل المشكله هو فيها انه الجزائر علاش يحول لك دراهم علاش يبعث دراهم في الجزائر اذا كان عنده هدف في البلاد كاين اللي يحول لعائلته كاين اللي دار عنده, عنده اعطيك لما تقرر وزاره مثلا السكن قبل سنه وسنتين بانها ستخصص يعني جزء من, من السكنات في برنامج السكني للمهاجرين الهدف هو جلب العمل الصالح يعطيك الصحه اذا كان قررنا الان مثلا السكن للمهاجرين اذا قررنا ايضا حتى لاولئك الذين هم عندهم مهن وحرف نعم. الان قال عندك الاولويه مثلا في الحصول على المحلات هذه التجاريه نعم. باسعار مثلا بالتقسيط اه من خلال معناها كاين انا نعرف يعني انا عندي اصدقاء حابين يستثمروا شوف التحويلات حابين يجوا يستثمروا لكن يلقوا بيروقراطيه اذا اردنا أن نرفع التحويلات نعم نرفع معناها من المبالغ التحويلات نقص من البيروقراطيه لابد من لا لابد من تحفيز الفو بروندر معناها ميزير انسيتاتيف اجراءات تحفيزيه لصالح المهاجرين نعم. اللي باش تجلبهم لان المصريين مثلا ولا اخواننا في تونس ولا المغرب واش عاملين عاطيين يعني عاملين حتى بنوك في عم نعم وعاملينهم ايضا حاجه انه المغربي او التونسي او المصري عنده معناها ارتباط مع البلد تاعو من خلال انه يجد 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 مكانه في يعني السياسه الاقتصاديه للبلد نعم قال كاين تصور اقتصادي نعم. قال لدور الجاليه قال ارواح مثلا تقدر تساهم في الفلاح ارواح تقدر تساهم في تصدير الطمور تقدر تساهم في تصدير الخبور تقدر تساهم في تصدير مثلا السيارات نعم. تقدر تدخل الـ الـ الافريقيا من خلال البوابه وكاين كثير من الجزائريين حابين يستثمروا فبالتالي يعني اذا كان لقاو هذه المغريات هذه الاجراءات الاغرائيه ما نظنش الجزائري سيتاخر اما اذا كان تقول والله يعني كاين الجزائريين يمشي الان ممكن يفضل يستثمر ماله في المغرب او في وشريك. اسبانيا وما يجيش يستثمر في الجزائر كم كم من مستثمر جزائري الان في النسيج الصناعي التونسي على ما نقولش شحال كاين من الجزائر الان في المناطق الصناعيه نعم. في مصر نعم. على ما نقولش قد كاين من الجزائر الان نقل استثماره من اوروبا الى إمارات الى الامارات او, أو الولايات المتحده نعم يعني نعم ثوره التكنولوجيا في نعم. على ما تكلموش على الجزائر الموجودين في الامارات نعم. الذين معناها انتقلوا هم واموالهم الى الامارات حتى الى, إلى مصر حتى الى تركيا نعم. هؤلاء كلهم كان بامكاننا معناها ولهذا نحن في حاجه الى آليات. في حاجه الى معناها مثال والبيروقراطيه نعم. ايضا عندنا مشكل بيروقراطية يعني نعم. هذه تنفر ايضا لا البيروقراطيه شوف هذه شوف الشباك الوحيد اللي داره سيد رئيس الجمهوريه نعم. كان الهدف منه هو معناها تذليل الصعاب امام كل المستثمرين ولهذا نختصر من... انا انتهى وقتي يعني بجم... في 30% ثانية كلمة حتى نختم رجاء اننا نحارب الاشاعه نعم واننا نفتح قنوات الاتصال سواء الرسميه لابد على الرسميين أنهم معناه ما يكونش وضع معنا المدافع خاش الآن كأنني أشعر أننا في موقع المدافع راني قاعد قاعد ديفونسيف وكذلك على وسائل الإعلام الآن أن لا أن لا معناها تنجر وراء هذه الإشاعات التي معناها الهدف منها الإثارة إحنا في حاجة إلى كل من يساهم في بناء الجزائر وبناء أنا شكرك سي خالدي على كل هذه الأفكار وكل هذه التوضيحات أنتم أيضا مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء في أعداد قادمة دمتم في أمان الله وفي رعايته بارك الله فيك شكرا